بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنبدا المحاضره الثالثه اللي فيها بنكمل المكونات الماديه لجهاز الحاسب، وخصوصا البروسيسور اللي يعتبر من اهم مكونات الكمبيوتر بتاعنا. هنتكلم عن تفاصيل مهمه جدا عن البروسيسور، وتعالوا نبدا مع بعض المحاضره بتاعتنا. اول حاجه هنعرف البروسيسور. طبعا البروسيسور الكمبيوتر بيفورم ذا تاسك ذات بروجرام تيلز ات تو دو، يعني المفروض ان الكمبيوتر بينفذ مجموعه ايه، مجموعه عمليات او مجموعه خطوات او مجموعه تاسكس بيبلغ له عن طريق ايه، برنامج. تمام كده. هي السنترال بروسيسنج يونت او سي بي يو از ذا بارت اوف ذا كمبيوتر ذات اكشوالي ران بروجرامز، هي المسؤوله عن تنفيذ او تشغيل البرامج. تعتبر السي بي is the most important component in a computer because without it the computer couldn't run software. من غير البروسيسور او من غير السي بي يو الكمبيوتر اكنه حته حديده، يعتبر هي عباره عن البرين بتاعت الكمبيوتر، لان هي المسؤوله عن تنفيذ كل العمليات ايه، كل العمليات المنوط بيها او كل العمليات المفروض ينفذها. يبقى الكمبيوتر هو اللي او السي بي يو هي عباره عن المين بارت بتاع الكمبيوتر، تعتبر هي البرين بتاعته، او من غيره ما نقدرش ننفذ اي ايه اي برامج. البروسيسور من جوه عبارة عن وحدتين مهمين جدا، هي عبارة عن الكنترول يونت والاي ال يو اللي هي ارثماتيك لوجيك يونت. البروسيسور ده عبارة عن رسمة بتبين ازاي الكومبوننت بتتعامل مع بعض. عندي بروسيسور وعندي انبوت ديفايس وعندي اوت ديفايس وعندي ستورج ديفايس، وفي النص اللي هي الميموري. الميموري اللي هي الذاكرة، سواء كان بقى مين ميموري او اللي هي ايه الراندوم اكسس ميموري، اللي هي عبارة عن المفروض ان البروسيسور بانستراكشنز داتا انفورميشن، المفروض ان هو بياخد ويدي تعليمات للميموري وبياخد منها تعليمات وبيديها تعليمات وبيديها داتا. المفروض الميموري بالانبوت ديفايس بينهم من بعض داتا، المفروض ان الميموري بتاخد ايه الداتا من الانبوت ديفايس، المفروض بتطلع انفورميشن. احنا اتفقنا ان عندي الداتا اللي هي عباره عن الرو داتا او المعلومات الخام او القيم الخام، بتيجي من الانبوت ديفايس بيتعمل لها بروسيسنج عن طريق البروسيسور، بتطلع على الاوت ديفايس. يبقى المفروض ان الميموري بتاخد داتا من الانبوت ديفايس وبتطلع انفورميشن على الاوت ديفايس. تمام كده. وبينها وبين البروسيسور تعليمات وايه وداتا، وبينها وبين الاستورج تعليمات وايه وداتا. تمام كده. داتا وانفورميشن وانستراكشنز، المفروض ان الميموري بتدي التعليمات لمين، للبروسيسور عشان ينفذها، وتدي له معلومات وايه وداتا، في داتا رايحه جايه وانفورميشن رايحه جايه وانستراكشنز رايحه جايه بين البروسيسور والميموري. وبرده نفس الكلام بينها وبين الاستورج ديفايس اللي هي وحدات التخزين الايه الاضافيه او السنويه، لكن المفروض ان هي بتدي انفورميشن للاوتبوت ديفايس وبتاخد داتا من الانبوت ديفايس. دي عباره عن رسمه بتوضح اللي هي الترابط بين المكونات الحاسب الرئيسية. طيب الكنترول يونت والارثماتيك لوجيك يونت. الكنترول يونت is the component of the processor that directs and coordinates most of the operations of the computer. المفروض الكنترول يونت وحدة التحكم، هي عبارة عن الوحدة المسؤولة عشان تعمل توجيه و التوجيه للايه الاوبريشنز ايه في الكمبيوتر، هي اللي بتوجه، هي اللي بتقول دي تروح فين ودي تروح فين، تعمل امتى، هي وحدة ايه تحكم. الارثماتيك لوجيك يونت اللي هي ال ALU بيرفورم ارثماتيك كومباريزون اند اذر اوبريشنز، هي بتعمل عمليات الايه العمليات الحسابيه وعمليات المقارنه اللي هي زي الاند والاور، عمليات المقارنه او عمليات اللي هي ريليشن اوبريتور الافضل والاقل. يبقى الارثماتيك لوجيك يونت هي عباره عن وحده الحساب والمنطق، هي الوحده المسؤوله عن اجراء العمليات الحسابيه والمنطقيه جوه الايه جوه الحاسب. يبقى المين يونتس اللي جوه البروسيسور هي الكنترول يونت اللي وحده التحكم، اللي عامل توجيه او بتوجه معظم الاوبريشنز جوه الكمبيوتر تروح فين وتتعمل ازاي، والاوتوماتيك هي اللي بتنفذ الايه بتنفذ العمليات. تمام كده. المفروض ان كل تعليمه من التعليمات اللي بينفذها البروسيسور بتمر باربع مراحل بسميهم سيت اوف بيزك اوبريشنز او سيت اوف فور بيزك اوبريشنز، بتمر باربع خطوات او اربع مراحل بسميها الماشين سايكل. يبقى لما اجي اتكلم البروسيسور عشان ينفذ تعليمه من التعليمات، كلمه تعليمه يعني امر او تاسك اتطلبت منه، بينفذها في اربع خطوات بسميهم الماشين سايكل، اللي هو الفور بيزك اوبريشنز اللي هي الماشين سايكل. تمام كده. اول خطوه بسميها الفيتش،
كلمة فيتش يعني هات، كلمة فيتش يعني هات التعليمة من ميموري، كلمة فيتش يعني هات التعليمة من ميموري، تمام كده؟ لأن احنا اتفقنا إن بين الميموري وبين البروسيسور مسار رايح جاي، بياخد تعليمات وداتا وانفورميشن. يبقى أول حاجة البروسيسور بيقول له اعمل فيتش، فيتش يعني هات التعليمة من ميموري، دي أول ستيب أو أول خطوة في الماشين سايكل، تمام كده؟ تاني خطوة اعمل ديكود، كلمة ديكود يعني ابدأ فصل، قول لي التعليمة دي عايزة تعمل ايه، تمام كده؟ بعد كده اكسكيوت، اكسكيوت يعني نفذ، ابدأ نفذ التعليمة ديت، شوف هي عايز تعمل جامع ولا طرح ولا ايه. بعد ما عرفت نفذ بقى، خد الداتا اللي هتجمعها او خد الداتا اللي هتطرحها او نفذ الاوبريشن اللي بسميها الاكسكيوت. يبقى تالت خطوة من خطوات الماشين سايكل اللي هي الاكسكيوت. رابع خطوه للستور بقى، اعمل تخزين للايه، للناتج، سواء كنت هتخزنه في ايه، في الرام عشان هتحتاجه تاني، او هتخزنه مثلا في السكندري ستورج بتاعتك. يبقى هما اربع خطوات بسميهم الفور بيزك اوبريشنز الماشين سايكل. الفور بيزك اوبريشنز فيتش يعني هات التعليم الميموري، ديكود يعني فسر التعليم او قول لي هتعمل ايه، اكسكيوت نفذ التعليم، واخيرا الايه، الستور، تمام كده؟ لما اجي اسالك ايه هي المين، المين فور بيزك اوبريشنز اوف ماشين سيرش سايكل، هتقول لي اربعه، فيتش، ديكود، اكسكيوت اند ستور. طيب في المفروض ان في جوه الكمبيوتر في ميكانيزم اسمه البايب لاين. كلمه بايب لاين احنا اتفقنا ان عشان اعمل تنفيذ لاي تعليمه او البروسيسور بيعمل تنفيذ لاي تعليمه، المفروض ان هو بينفذ او بيمر باربع خطوات. كل الاجراءات اللي جايه دي انا عايز ازود سرعه البروسيسور، مش عشان يبقى عشان يعمل لي تعليمه يقعد فتره طويله، لا. ده هو في ميكانيزم او الجوريزم استخدمت، الجوريزم استخدمت جوه البروسيسور عشان تزود سرعته. اول حاجه قالوا البايب لاين. البايب لاين يعني ايه؟ كلمة بايب لاين يعني معناها ان البروسيسور يستطيع عمل فيتش لتعليمة جديدة before executing the last one، يعني معناها ان البروسيسور begin fetching a second instruction before it complete the machine cycle for the first instruction. يعني البروسيسور قادر على انه بيعمل استدعاء لتعليم فيتش يعني استدعي تعليمة جديدة قبل ما يخلص الاربع خطوات الماشين سايكل بتاع التعليمة اللي ايه، اللي قبلها. وبالتالي انا كده مش هخلي البروسيسور يستنى لغاية ما يعمل اخر خطوة اللي هي خطوة الستور، ممكن بقى قبل بعد ما يعمل اكسكيوت خلاص الستور دي مش وظيفته، المفروض ان هو يبدا بقى يعمل فيتش لتعليمه جديده. يبقى البايب لاين معناها البروسيسور بيستطيع عمل فيتش لنيو انستراكشن تعليمه جديده قبل ما ينتهي او قبل ما يخلص الاربع خطوات او الفول ماشين اوبريشنز او الماشين سايكل اللي هو السايكل اللي احنا بنمشيها لايه، لفيرست ايه، انستراكشن. ده اول ميكانيزم استخدم او اول حاجه استخدمت عشان تسرع من اداء الايه، البروسيسور. دلوقتي بنتكلم عن ان البروسيسور بيسخن. المفروض ان المفروض ان البروسيسور بيبقى فوق حاجه اسمها الهيت سينك فان، او الهيت سينك اللي هي المراوح اللي هي بتبقى كل البروسيسور جاي معاه السينك بتاعته عشان تبرد البروسيسور. او في تكنولوجي بتستخدم اسمها ليكويد كولينج تكنولوجي، اللي هو ايه، التبريد عن طريق مرور سائل جوه انابيب على المذر بورد او جنب البروسيسور. يبقى البروسيسور تشيب جنريتس هيت ذات كود ذا تشيب تو بيرن اب، يعني البروسيسور بيطلع حراره ممكن تخلي التشيب الشريحه تتحرق. عشان كده يوجد وسائل تبريد مختلفه. اول وسيله اللي هو ايه، اديشنال كولينج، ايه اديشنال كولينج، الهيت سينك اللي هي المروحه اللي بتتحط فوق البروسيسور تبرده، او عن طريق ايه، الليكويد كولينج تكنولوجي اللي هي تقنيه التبريد عن طريق ايه، السائل، تمام كده؟ يبقى هنا لو انا سالتك وقلت لك هي الوسائل التبريد المختلفه، هتقول لي في هيت سينك وفي الليكويد تكنولوجي او ليكويد كولينج تكنولوجي اللي هي عباره عن تقنيه بيستخدم فيها السائل لعمليه الايه، التبريد للبروسيسور. ظهر بعد كده طريقه جديده او وسيله جديده عشان ازود سرعه البروسيسور. فبدل ما كان البروسيسور اللي بسميها البارل بروسيسنج يوز مالتيبل بروسيسنج، كلمه بارل بروسيسنج اللي هي ايه، مالتيبل بروسيسور، يعني معناها ان البروسيسور من جوه عباره عن مجموعه بروسيسورز اوبريت سيمولتينيسلي تو اكسكيوت ا سنجل بروجرام اور تاسك. هنا في البارل بروسيسنج انا هستخدم اكثر من بروسيسور عشان البارل بروسيسنج هنا هي اكثر من بروسيسور، يعني البارل بروسيسنج يوز مالتيبل بروسيسورز سيمولتينيسلي، يعني انا اخد التعليمه الواحده بدل ما انفذها على بروسيسور واحد، ده انا اقسمها لحتت وانفذها على اكتر من بروسيسور. فالتقنيه ديت اللي هي البارل بروسيسنج فيها كان
بتعتمد على وجود اكتر من بروسيسور، والبروسيسور بيشتركوا في تعليمه واحده. فبدل مثلا ما البروسيسور بينفذها في ساعه، لا ده انا هنفذها في ربع ساعه، لان التعليمه تم تقسيمها الى مقاطع او اجزاء، والاجزاء ديت هتنفذها على اكتر من ايه، بروسيسور. فالباي بروسيسنج يوزنج او يوزز مالتيبل بروسيسور سيمتينيسلي، يعني يشتغلوا في نفس الوقت تو اكسكيوت ا سنجل بروجرام اور تاسك. يبقى هنا في الحاله دي الباي بروسيسنج ان بيشتغلوا على التوازي، بس لازم يوجد هنا اكتر من بروسيسور بيشتغلوا مع بعض ايه، متوافقين مع بعض، وتقسم عليهم البرنامج بتاعي. فدي طريقه لتسريع اداء البروسيسور. يبقى هنا بدات الفكره اللي انا بعمل مالتيبل بروسيسورز جوه، ما بقاش بروسيسور واحد، بقى اكتر كده. لاحظنا ان البروسيسور ممكن يكون دول كور بروسيسور، كواد كور بروسيسور، مالتي كور بروسيسور، دي اللي بنسمع عنها على طول لما يقول لك البروسيسور ده دول كور ولا كواد كور ولا مالتي كور. معناها كلمه كور هنا يعني عدد الكور، هنا تشير الى عدد البروسيسور جوه البروسيسور بتاعك. يبقى مبدا البايد بروسيسنج جه من ان انا ممكن اقسم البرنامج بدل ما ينفذ بروسيسور واحد، ينفذ اكتر من ايه، بروسيسور. عشان كده بدا يظهر ان انا البروسيسور بتاعي يكون مالتي كور او يكون دول كور او كواد كور. دول كور يعني البروسيسور بتاعي 2 بروسيسور من جوه، الكواد كور يعني 4، والمالتي كور اكتر من عدد ايه، بروسيسور. تمام. يبقى هنا ظهر تقنيه البارل بروسيسنج، ادت الى ان البروسيسور من جوه يكون اكتر من بروسيسور. ده عباره عن مثلا كواد كور اهو، عباره عن 4 بروسيسور جوه الايه، جوه الشريحه بتاعتي. تمام كده. عشان كده بيقول لك ايه، بيقول لك ان هنا ظهر لما تسمع يقول لك البروسيسور بتاعك كور اي 3 ولا كور اي 5 ولا كور اي 7. كل واحد من دول عباره عن مجموعه من المواصفات. تعالوا مع بعض نعرف ايه المواصفات المطلوبه. طبعا كور اي 7 في السعر اغلى من كور اي 3. عدد البروسيسورز في الكور اي 3 2، عدد البروسيسورز في الكور اي 5 من 2 ل 4، الكور اي 7. عشان كده بيقول لك دايما الكور اي 5 والكور اي 7 تقريبا زي بعض في عدد الايه، البروسيسور. تمام كده. لكن في الكاش، احنا اتفقنا اللي قبل كده ان الكاش هي اللي بتغلي سعر البروسيسور. الكاش ميموري اللي عباره عن الذاكره الداخليه اللي جوه البروسيسور، في بتتراوح في الكور اي 5 من 3 لايه، ل 6. في الكور اي 7 الكاش بتعلى من 4 لايه، ل 8. يبقى هنا الغلو في السعر، هنا في امكانيات مين، امكانيات الكاش. الكاش في الكور اي 7 اعلى من الكاش في الكور اي 5. التصنيف الثالث بسميه الجيم كونسول، اللي هو عباره عن الموبايل كومبيوتنج ديفايس ديزاين فور ثينج مالتيبل يوزر، اللي هي الحاجه على سبيل المثال اللي هي عباره عن الفيديو جيم. الفيديو جيم اللي بيلعب فيها 2 يوزر او مستخدم واحد، ده عباره عن مثال على الجيم كونسول. الجيم كونسول عباره عن موبايل كومبيوتنج ديفايس، ديفايس فيه كمبيوتر داخلي بيلعب او بيشتغل عليها بلاير واحد او 2 بلاير او مالتيبل بلاير زي الفيديو جيم. التصنيف الثالث بسميه السيرفر. السيرفر عباره عن جهاز كبير او ضخم بيعمل كنترول اكسس تو ذا هاردوير سوفت وير ريسورسز اون ا نتورك. يعني معناها السيرفر ده عباره عن ديفايس كبير بيعمل كنترول للريسورسز الموجوده او الهاردوير سوفت وير ريسورسز الموجوده في السيستم عندي في الشبكه او النتورك. يبقى السيرفر تعريفه ده عباره عن كنترول اكسس هاردوير سوفت وير للهاردوير سوفت وير ريسورسز الموجوده في الشبكه او النتورك. تمام. المين فريم دي عباره عن لارج اكسبنسيف باور في الكمبيوتر، عباره عن كمبيوتر ضخم جدا وباور فول، يعني امكانياته كبيره وقويه وغالي جدا عشان يعمل هاندل 100 او 1000 اوف كونكتد يوزرز سيمتينيسلي، عشان يعمل تواصل او اتصال بين اكتر من مستخدم في نفس الايه، ملايين من المستخدمين مع بعض في نفس الوقت. يبقى المين فريم ده عباره عن لارج كمبيوتر او لارج اكسبنسيف باور في الكمبيوتر، بيعمل هاندلنج لتواصل مجموعه من المستخدمين مع بعض في نفس الايه، في نفس الوقت. السوبر كمبيوتر از فاستست موست باور في الكمبيوتر. السوبر كمبيوتر برضه عباره عن كمبيوتر بس امكانياته ضخمه جدا وسريع جدا عشان يعمل ملايين وملايين من التعليمات في ايه، في ثانيه واحده. هو عباره عن fastest super computers are capable of processing more than 1 million instructions in a single second. يعني السوبر كمبيوتر ده كمبيوتر ضخم، امكانياته ضخمه جدا وسريع جدا عشان ينفذ ملايين وملايين من التعليمات في ثانية واحدة.
واخيرا الامبيدد كمبيوتر، ده عباره عن سبيشال بيربس كمبيوتر، يعني كمبيوتر صغير خاص ذات فانكشنز as a component in a large product، يعني معناها هي عبارة عن كمبيوتر متضمن داخل product أو منتج معين. وعلى سبيل المثال العربيات عندنا دلوقتي بقت computerized، أي عطل موجود في السيارة المفروض إن هو في كمبيوتر في العربية، المفروض إن هو إيه اللي بتوصل بجهاز عشان يعمل detect error معين ويصلحه. يبقى ال embedded computer عبارة عن كمبيوتر لها سبيشال بيربز وغرض معين، بيبقى متضمن جوه برودكت معين. وبكده نكون خلصنا اخر محاضرة من المكونات المادية للحاسب، وان شاء الله في الفيديوهات الجاية هنبدأ نكمل المكونات البرمجية للحاسب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام، فالمفروض ان احنا قلنا ان الفرق بين الكور اي 3 والكور اي 5 والكور اي 7 الفرق في عدد البروسيسورز، حتى لو تساوى في عدد البروسيسورز الفرق في مساحة الكاش ميموري في كل ايه في كل بروسيسور. تمام، في خاصية مهمة جدا اسمها خاصية الهايبر ثريدنج. خاصية الهايبر ثريدنج دي بتقول ان انا ممكن اعمل اكسكيوت لاثنين انستراكشنز او تعليمتين او اثنين اوبريشن في نفس الوقت. كل ديت عبارة عن تقنيات بتزود سرعة البروسيسور. اول حاجة قالوا هنعمل بايب لاين، اللي هي عبارة عن ان هو بيعمل فيتش التعليم قبل ما ينتهي من عمل اكسكيوشن او الاربع مراحل للتعليمة اللي قبلها. تاني حاجة قالوا هنزود عدد البروسيسورز ونعمل بارل بروسيسنج. تالت حاجة قالوا هي مقصود بيها عدد الكورز بتاعتي. تالت حاجة قالوا هنعمل خاصية الهايبر ثريدنج. الهايبر ثريدنج معناها ان البروسيسور الواحد يستطيع تنفيذ مع تعليمتين في نفس الايه في نفس الوقت. ان في انواع كتير من البروسيسورز، اللي مقصود بيها انواع البروسيسورز اللي هي التصنيع بتاعه اللي هو الايه المانيفاكتشرنج بتاع البروسيسور. اشهر حاجه البروسيسور تشيب هي الانتل والاي ام دي. البروسيسور من جوه عباره عن ايه؟ البروسيسور من جوه، او قلنا البروسيسور من جوه في جواه كاش ميموري. كاش ميموري دي عباره عن ذاكره بتزود سرعه البروسيسور، و من جوه هي عباره عن ثلاث مستويات L1 وL2 وL3، كل واحده من دول لها سايز معين. فالكاش ميموري هي عباره عن ميموري جوه البروسيسور بتعمل ستور فريكوينتلي يوزد انستراكشنز اند داتا، اللي هي عباره عن ذاكره بتخزن الحاجات الايه اللي باستمرار، يعني هي زي ميموري واسطه كده، بدل ما يروح يخزن في الرامه لا ده هو ميموري جنبه، بحيث لو في حاجات انترميديت داتا عايز يخزنها ولا حاجه يخزنها او هو يحتاجها في عمليات بعد كده بيخزنها في كاش ميموري. فالثلاث مستويات بتوع الكاش ميموري هتلاحظوا ان ال L1 وال L2 ده موجود على الشيب بتاعت الايه بتاعت البروسيسور. دي جوه البروسيسور L1 fastest access اسرع في الدخول، وال L2 عباره عن part of processor slower access than L1، يعني الاسرع لانها اصغر في الحجم. كل ما قلت المساحه بتاع الكاش كل ما ايه سرعتها زادت. فتلاحظوا ان مساحه ال L1 من 8 كيلو بايت ل 128 كيلو بايت، وديت مساحتها اصغر من مساحه ال L2. ال L2 مساحتها من 64 كيلو بايت تو 16 ميجا بايت. وبالتالي يعني هتلاحظ ان ال L1 fastest اسرع في عمليه الايه الدخول، لكن ال L2 ايه slower access. تمام كده. طيب ال L3 كاش سيبريت تشيب بتوين بروسيسور اند رام، دي عباره عن ال L3 دي عباره عن مستوى تالت بتكون بين البروسيسور والرام، ما بتكونش جوه الايه البروسيسور. سلوور اكسس زان L1 وL2. تمام كده. والرام فهتلاحظوا ان ال L3 دي عباره عن كاش ميموري وسيطه بين البروسيسور والرام، وهي عباره عن تشيب شريحه موجوده مش جوه البروسيسور، وتكون وسيطه بين الايه الشريحه منفصله، وتكون وسيطه بين الايه البروسيسور والرام. تمام كده. يبقى في الحاله ديت عندي ثلاث مستويات من الكاش ميموري، اللي هو الذاكره اللي بتزود سرعه البروسيسور او بيتعامل فيها مع الفريكوينت انستراكشنز اور داتا. ثلاث مستويات L1 وL2 L3 L1 وL2 جوه البروسيسور. L3 عباره عن تشيب منفصله بين البروسيسور والرام. ال L1 وال L2 مساحتهم اصغر من ال L3. ال L1 اسرع في الايه الاكسس، وال L3 ايه ابطا واحده في الاكسس. لو انا عايز ارتبهم من الاسرع للابطا يبقى L1 L2 L3.
جينا اتكلمنا عن الستورج ديفايس اللي هي وحدات التخزين الايه، وحدات التخزين الاضافيه او الستورج ديفايس اللي هي زي الايه، زي الهارد ديسك، زي السي دي، زي فلاش ميموري، دي كلها وحدات تخزين ايه اضافيه او ثانويه. هتلاحظ ان هو بيعمل فيها عمليه ايه ريدنج وعمليه رايتنج، عباره عن هاردوير بيتخزن عليه الداتا او بيتاخد منه داتا، زي مين؟ زي الهارد ديسك، وزي ال الهارد ديسك وال السي دي والفلاش ميموري. لما نتكلم عن راندوم اكسس ميموري اللي هي البرايمري ستورج ديفايسز اللي هي وحدات التخزين الايه الاساسيه، يبقى خلي بالكم بالنسبه للستورج عندي سكندري وعندي برايمري. البرايمري المقصود بيها اللي هي الرام والايه والروم، والرام قلنا عباره عن راندوم اكسس ميموري اللي هي ذاكره للايه للدخول العشوائي او للقراءه والكتابه، لكن السكندري ستورج اللي هي زي الهارد ديسك وزي الفلاش ميموري وزي السي دي، دي كلها وحدات تخزين ايه ثانويه او اضافيه، لكن البرايمري يعني اساسيه اللي هي الرام والايه والروم. يبقى في عندي بالنسبه للسكندري، بالنسبه للستورج ديفايسز عندي برايمري وعندي سكندري. برايمري المقصود بيها الرام والروم، والسكندري ستورج اللي هو وحدات التخزين الاضافيه زي الهارد ديسك درايف، تمام، اللي اتكلمنا عنها قبل كده بانواع سواء كان الاي دي اي والساتا، تمام، و السي دي، وطبعا كروت الميموري المختلفه هي كارت كروت الميموري المختلفه، دي كلها اسمها اديشنال او سكندري ستورج ديفايس. لكن البرايمري قلنا هي الرام والايه والروم، واتكلمنا قبل كده عن الرام والروم. والروم هي عباره عن ريد اونلي ميموري، عباره عن تشيب ستورنج بيرمن داتا اند انستراكشنز، بتخزن مجموعه من التعليمات والداتا الايه الاساسيه والثابته. طيب بالنسبه لكل الاستورج ديت، احنا في حاجه اسمها الكباسيتي. الكباسيتي هي عباره عن السعه التخزينيه لكل وحده ايه تخزين، سواء كان ايه برايمري او سكندري. فنلاحظ ان وحدات التخزين الوحدات التخزين اللي عندك في اكتر من وحده تخزين، من اول الكيلو بايت لغايه اليوتا بايت. الكيلو بايت عباره عن 1024 ايه بايت. الميجا عباره عن 1024 كيلو. الجيجا عباره عن 1024 ميجا، وهكذا. خلي بالكم ان الكيلو عباره عن 2 اس 10 او 1024، الميجا 22، الجيجا 2 اس 30، التيرا 2 اس 40. في الحاله ديت واحنا قلنا قبل كده ليه الكيلو بايت مش 1000 بايت، الكيلو بايت 1024، لان احنا هنا النظام الثنائي هو النظام اللي بيشتغل بالحاسب اللي هو 0 و1 مضاعفات ل 2 ل 2 اس ايه 10 ب 1024 مش 1000. عشان كده السؤال تساله ليه الكيلو بايت مش 1000 بايت، الكيلو بايت 1024، لان مضاعفات الاثنين. تصديقا ان الكمبيوتر بيشتغل بالنظام الثنائي اللي هو الباينري، يبقى في الحاله 2 اقرب حاجه للكيلو هي 2 اس 10 يعني 1024. دي وحدات التخزين المختلفه، طبعا اشهرهم حاليا اللي احنا بنستخدمها اللي هي التيرا بايت، اللي هي عباره عن 2 اس 40 ايه او 2 اس 40 او عباره عن 1000 ايه 1000 جيجا او 1024 جيجا او عباره عن مليون ميجا، وهكذا، تمام. يبقى دي وحده التخزين، من اول الكيلو، ميجا، جيجا، تيرا، بيتا، اكزا، زيتا، ويوتا. السلايد دي بتتكلم فيها على الباور سبلاي، واحنا المفروض ان احنا خدنا سيكشن عملي واتفرجنا فيها على الباور سبلاي من جوه، وكابلات الايه الكابلات اللي طالعه منه واللي هي بتغذي المفروض الايه البورده عندي، وبتغذي الهارد ديسك، وبتغذي الديفايسز الموجوده على المذر بورد. لما نيجي نتكلم عن الكاتيجوريز اوف كمبيوتر، هنلاحظ ان الكمبيوتر ليه مجموعه من التصنيفات. اول حاجه البيرسونال كمبيوتر اللي هو الكمبيوتر الشخصي زي البي سي والايه اللابتوب، ده بيرسونال كمبيوتر. كان بيرفورم اول اوف انبوت بروسيسنج اوتبوت اند ستورج اكتيفيتيز باي اتسيلف، يعني معناها كلمه بيرسونال كمبيوتر يعني كمبيوتر شخصي اللي هو زي الكمبيوتر المكتبي او اللابتوب. ده التصنيف الاولاني. التصنيف الثانيه لو انا بتكلم عن الموبايل كمبيوتر اند الموبايل ديفايسز، موبايل كمبيوتر اللي هو البيرسونال كمبيوتر يو كان كاري فروم بليس تو بليس، عباره عن كمبيوتر اللي انت تقدر تنقله من مكان لمكان، او الموبايل ديفايس.